إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام. كنت واجد معكم في المقر الجهوي ديال الوقاية المدنية. أكيد رجال الوقاية المدنية يحتفلون باليوم العالمي للوقاية المدنية ويقدمون عروضا هنا. أكيد عروض بطبيعة الحال رائعة ما كتشاهدوا معنا. كيشرحوا الوليدات والتلاميذ والتلميذات الطريقة اللي كيشتغلوا بها. أكيد كنحاولوا نقربكم من هذا النشاط المنظم هنا. أكيد سعيد يجيب لنا هاد الوليدات. إذا كتشوفوا مجموعة من الأنشطة، مجموعة من العروض المقدمة هنا من أجل يعني كتشوفوا حتى الوليدات الصغار البنيتات فكيحاولوا لأنهم يفهموا ويفهمون قدرة بطبيعة الحال. هلا إذا كما كتساعدوا وسط انبهار ديال الوليدات والبنيتات ساعدوا معنا رجال الوقاية المدنية. أكيد وسط تشجيعات ديال البراعم ومات هذا الوطن فأكيد عروض يقدمونها هنا رائعة. وكنوجه لهم الشكر صراحة للمجهودات الجبارة اللي كيبذلوها. ماشي سهل باش أنك تكون حاضر في الحرائق في جميع عندما تنهار يعني المنازل في جميع الحوادث اللي كتوقع فرجال الوقاية المدنية كيكونوا حاضرين من أجل تقديم المساعدات للمواطنين. وهذا عمل جبار اللي كيقوموا به طيلة السنة. والنهار اليوم عالمي ديالهم فخاص الاحتفاء بهم وتكريمهم فاحنا كإعلام وكصحافة كنوجه لهم الشكر الجزيل وكنقولوا لهم أنتم حماة لهذا الوطن بطبيعة الحال. أنتم شوفوا العروض اللي كيقدموها. كاين مجموعة من العروض، كاين هنا عرض آخر كيتم تقديمه الآن في الأثناء وسط انبهار ديال البراعم الصغار اللي جايين من كل المؤسسات التعليمية بمدينة فاس بطبيعة الحال. مزيان نزرعوا فيهم ذاك روح يعني الوطنية منذ الصغر. أكيد يكونوا أنشطة ديال الوقاية المدنية ديال الأمن الوطني ديال جميع المؤسسات سيكونوا حاضر الوليدات من أجل الاطلاع أكثر على خبايا وتفاصيل عمل رجال الوقاية المدنية. إذا كتشاهدوا عرض آخر أن يتم تقديمه هنا. إذا كما كتشاهدوا معنا الله يحفظك تبارك الله الله يكبر فيك شكرا. إذا كما كتشاهدوا معنا بطبيعة الحال معكم في بث مباشر أكيد من أجل تقريبكم من العروض المقدمة هنا. إذا عرض آخر مجموعة من العروض يعني كل الوقاية المدنية هذه المركبة ديال المخاطر التكنولوجية يتم التعرف عليها مخاطر التكنولوجيا. فرقات لي بلونجور الى شتي الرايه كحله سمع لي كيشرحوا اللي دات بنيتو البحر هايج البحر هايج ماشي هايج هو هايج لا هو باش يكون هايج ورا ديك الماء هذا ما تكنيك كاين باصات تكون ممكن تكون طاقم ديال عمر ملي تكون واقفين عليها لي ما ترناش رحنا رجعنا للمنطقه الحراسه
البلاصه هي اللي بين الطرناجور، يعني هو البحر هايج تطلع الشمال وتبقى البحر هايج، هادشي تيقول هادشي تتفرج عليك فيها. اذا كيتم الشرح ديال كيف يتم التدخل بالبحر اكيد في المناطق المحروسه لتعليم الطرناجور. السياره ماشي هو الموجه، السياره شروحات تقدم للبراعم من أجل كتشوفوا عرض آخر أنفذ أثناء وسط صفقات ديال البراعم الصغار هنا، عروض تقدم وشروحات أكيد حملات تحسيسية وتوعوية كلها في صالح كتشوفوا يشرحوا الطريقة ديال العمل ديالهم بالتفاصيل والممل أكيد من أجل على أن يكونوا الوليدات والبراعم الصغار مطلعين على خبايا العمل بالوقاية المدنية. أكيد هي مجهودات جبارة تبدل، أكيد تحياتي الله يحفظك لك بردي، مجهودات جبارة تبدل اللي خاصنا نحتفي بهم باليوم ديالهم العالمي، لأن صراحة طيلة السنة يشتغلون بدون توقف يضحون بحياتهم من أجل إنقاذ حياة الأبرياء، يضحون بحياتهم من أجل إنقاذ حياة المواطنين الأبرياء. أكيد اللي كيكونوا إما حوادث كيكونوا تعرضوا لها إما مجموعة من الأمور. إذا المتابعين هذا يومهم العالمي 1 مارس اللي خاصنا نحتفلوا معهم أكيد، وخاصنا نكرسوا ثقافة المساعدة يعني والمثابرة يعني بطبيعة الحال الثقافة اللي كيكرسوهم يوميا في أرض الواقع. فألف شكر لرجال الوقاية المدنية حماة هذا الوطن إلى جانب رجال الأمن الوطني ورجال القوات المساعدة، كل المؤسسات اللي أكيد كيقدموا الكثير للبلد بطبيعة الحال، فألف شكر لهم مرة أخرى. متابعينا غنرجعوا من خلال بث مباشر آخر، إلى أمل لقاء بكم في بث آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.